يلا يا اصحاب الحلوين نصلي بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا يا اصدقائي الحلوين نبدا ونشوف سيمبا لما اكل حلويات كتير حصل فيه ايه. يلا بينا. لازم ناكل الحلويات دي ساده هتوجعك كده. مش باكل حلويات كتير يا سيمبا عشان توجعني. يا اردون بقى يا اردون، انا كده كده بحب اكل الحلويات بقالي كتير. انت ما تعرفش ان انا باكل حلويات كتير وسناني مش بتوجعني لان انا بغسل قبل الاكل وبعد الاكل. ايوه يا سيمبا، بس دي سكريات والدكتور قال غلط ان احنا ناكل سكريات كتير كده سناننا تبوظ. هتروح للدكتور كده يا سيمبا؟ انت بتاكل حلويات كتير وعندك حقن. يا اردوم ما تزعلش بقى مني، انا كده كده بحب اكل الحلويات وكده كده انا سناني مش هتبوظ لان انا بغسلها والمعجون اللي انا بجيبه قوي جدا. انا هروح البيت لماما عشان اغسل سناني واكل وانام. حلويات يا ماما واكلتها كلها. يا سيمبا مش احنا قلنا واحدة واحدة عشان سنينك ما تبص؟ ما انا كده يا ماما مش عارف اكل حلويات تاني، كده كده بغسل سناني بالمعجون القوي بتاعي. برضو يا سيمبا مش معجون وبس، الحلويات الكتيرة دي بتدمر سنيننا وبتدمر الصحة بتاعتنا. انت ما بتسمعش الكلام ابدا يا سيمبا، كل يوم كل يوم حلويات كده. يلا يا حبيبي اتغدى واكل الواجب اللي وراك. يلا يا سيمبا ما تضيعش وقت. حاضر يا ماما. الحقيني يا ماما سناني توجعني قوي. ماما انا مش عارفه انام من سناني. يا ماما يا ماما. ايه يا حبيبي، ايه مالك بتعيط ليه كده؟ سناني بتوجعني ومش عارفه انام. مش قلت لك يا سيمبا بطل اكل حلويات؟ ايه الحلويات اللي عملت في سنانك كده؟ حتى لو بتغسل سنانك كل يوم لازم برضو تقلل في الحلويات دي. خلاص يا ماما انا مش هاكل حلويات تاني، بس والنبي يا ماما عشان خاطري يا ماما وديني للدكتور، سناني بتوجعني قوي. حاضر يا سيمبا، يلا قوم البس بسرعه احنا رايحين للدكتور دلوقتي. ايه يا سيمبا في ايه؟ ايه اللي وجع؟ سناني توجعني قوي ومش قادر كمان. ايه يا سيمبا، يا خبر يا خبر، وريني كده اسنانك. ايه ده اسنانك كلها مسوسه وسودا. الحقني يا دكتور الحقني بسرعه سناني توجعني. انت اكيد كلت حلويات. اه بصراحه انا كلت حلويات كتير قوي، بس انا يا دكتور غسلت سناني بالمعجون بعد ما خلصت. ازاي بقى حصل في سناني كده يا ابني؟ حتى لو انت غسلت سنانك مرتين بعد ما اكلت الحلويات هي بتدمر الصحة بتدمر الاسنان. بعدين يا سيمبا لو اكلت حلويات كتير في نفس الوقت كده انت ممكن تدخ وتقع في الثانية. وبطل كتر الحلويات اللي انت بتاكلها دي، لو انت هتشتري اشتري قليلة على قدك، مش تاكل كتير قوي من الحلويات عشان كده انت هتتعب. حاضر يا دكتور انا مش هعمل كده تاني. اتفقنا يا سيمبا؟ اتفقنا يا دكتور. باي باي يا دكتور. باي يا سيمبا. ايه يا سيمبا عملت ايه؟ يا اردون ده انا تعبت قوي، وبعد كده مش هاكل حلويات تاني كتيرة، هاكل قليلة جدا عشان الدكتور النهارده اداني حقنة ووعد ان انا مش هاكل حلويات كتير تاني. الف سلامة عليك يا سيمبا. الله يسلمك يا اردون. هروح انا بقى انام عشان انا تعبت قوي النهارده. باي يا اردون. وكده يا اصحابي خد حكايتنا، اوعوا تاكلوا حلويات كتير وعيد نقلل منها عشان ما تاخدوش حقنة زي سيمبا وتاخدوا علاج، لان الحلويات بتضر الصحة وبتضر السنان. تنسوش تعملوا لايك والاشتراك. وقبل ما نقفل الفيديو يا اصحابي، اصحابي الحلوين متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ قبل ما نبدا حكايتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تنسوش اللايك والاشتراك. استنى كده يا ماما عشان لسه في ناس ما عملتش اللايك. بصي اهو ما عملتش اللايك اهو. يلا بينا نبدا حكايتنا. يلا يا اردون يا حبيبي يلا عشان تروح المدرسة. اهم حاجة يا ماما جهزتي لي اللانش بوكس؟ طبعا يا حبيبي اللانش بوكس ميتك موجودة وعصيرك، بس اهم حاجة تاكل السندوتشات كويس. يلا ده النهاردة يوم مهم يا حبيبي. مهم ليه يا ماما؟ في حاجة في المدرسة؟ لما تروح هتعرف يا اردون، لازم نتكلم كتير ونضيع الوقت. يلا يا حبيبي مع السلامة. حاضر يا ماما. مع السلامة يا ماما. سلام يا حبيبي. ايه يا اردون عامل ايه؟ كويس ان انت جيت النهاردة بدري، ده النهاردة يوم مهم جدا.
ليه يا زروفة؟ دي ماما برضو بتقول لي كل الكلام ده. وانت ما تعرفش يا أردن؟ لا يا سيمبا، هو النهاردة يوم ايه؟ النهاردة يا أردن يوم التطعيمات. ليه بس كده؟ ما كنتش عايز اخد التطعيمات النهاردة. انا ما كنتش عايز اخد الحقنة النهاردة. صباح الخير يا دكتور. جهزت التطعيمات بتاعت الاولاد؟ كله تمام حضرتك يا دكتور. طب يلا بينا، شيل لي كل حاجه وهاتهالي على شنطه العربيه عشان احنا النهارده رايحين الغابه. تمام يا دكتور. وقفونا انا في اخر الطابور، وقفونا انا في اخر الطابور. لا والله مش عايز اخد الورق. بس يا اردون عيب كده يا ابني، عيب. سواء كلهم واقفين كويسين ما بيعطوش زي كده. انا واقفه انا في اخر الطابور، انا هاخد انا في اخر الطابور. واخر الطابور ما كده كده الدور هيلف عليك برضو يا ابني. لا جاي لكم انا وعيني بيسالي الورق. للاسف يا اردون اسمك طالع اول واحد في الكشف. لا ايه اللي بيحصل لنا؟ السلام يا لهوي الحقونا. خلص يا ابني انت خدت الحقنه. ايه يا دكتور؟ ايه 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 يا ابني انت خدت الحقنه ازاي؟ هو انا كده خدتها؟ انا مفكر الحقنه ديت حاجه كبيره كده بتوجع جنبي. الحمد لله يا رب، انا كنت مفكرها صعبه. لا يا، في الاخر بعد ما انت لميت علينا الناس اللي في المدرسه كلهم، والمدير اللي قاعد في الدور الاخير ذات نفسه سمع الصوت ونزل يشوف فيه ايه، وبرضه في الاخر طلعت سهله. ايه اردن اللي انت عملته ده؟ ده انت فضحت الدنيا. كل دوت عشان شكت ابره يا اردن. انا بصراحه كنت مفكر الحقنه ديت صعبه جدا، بس لما انا اول خدتها عرفت ان هي مش صعبه خالص، وشكت ابره زي ما انت قلت. يلا بقى عشان نروح بيتنا. يلا بينا يا زروفه. يا ماما يا ماما، انا جيت انا جيت. يا ماما انت فين؟ انا يا اردون ده على السما. يا حبيبي عامل ايه؟ يوم كان جميل النهارده. كان جميل يا ماما، بس في كده يعني لما انا رحت اخد حقنه احكي لك على حاجات كتير قوي مضحكه، والناس كلها اللي كانت في المدرسه قعدت تضحك عليا. ليه كده؟ عملت ايه بس؟ تعالي بقى انا عاوز احكي لك. احكي اردون. بص يا ماما، انا دلوقتي رحت المدرسه وكنت رايح اخد الحقنه، والدكتور بيقول لي هي ايه ما فيهاش حاجه، بس انا ايه خفت زيادة عن اللزوم، فقبل ما هو اصلا يديهالي وقعدت اصرخ كتير. واصلا وانا بصرخ كده الدكتور اداني الحقنه وطلعت سهله خالص يا ماما. انت قعدت تصرخ على الفاضي يا اردون، شفت بقى؟ ده حتى المدير اللي قاعد في الدور الاخير نزل عشان يشوف فيه ايه. طيب شفت بقى ان الحقنه سهله؟ لما خلصنا قعدوا كلهم يضحكوا عليا. طب يلا قول لاصحابنا بقى. وبكده يا اصحابي خلصت حكايتنا، ولو بتحبوا فلافيلو وبتحبوا اردن وبتحبوا سيمبا تنسوش تعملوا لايك والاشتراك، وسلام.